بعد استفزازات روسية، سرب من الجيل الخامس للطائرات الحربية الأمريكية الحديثة بدأ بالانتشار في الشرق الأوسط بحسب ما أكدته القيادة المركزية في بيان لها. القيادة المركزية أكدت في بيانها الذي جاء بعد يومين من إصابة 22 جندياً أمريكياً بحادث لمروحية شمال شرق سوريا، أن القوات الجوية نشرت مقاتلات من طراز F-22 رابتورز في منطقة مسؤوليتها، معتبرة أن الأمر جزء من إجراء متعدد الأوجه لتعزيز القدرات الأمريكية في أعقاب ما وصفته بالسلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد من الطائرات الروسية في المنطقة. القيادة اعتبرت أن سرب طائرات الرابتورز رقم 94 المتمركزة في قاعدة لانغلي الجوية بولاية فرجينيا برهنة للقدرة على إعادة تعبئة القوات وتقديم قوة ساحقة في أي لحظة، وأن السرب سيتكامل مع قوات التحالف على الأرض وفي الجو أثناء وجوده في منطقة القيادة المركزية الأمريكية بفضل ميزات المقاتلة الحربية التي تمتاز بها مثل التخفي والأداء الديناميكي الهوائي وأنظمة المهام التي تجعلها أفضل مقاتلة من الجيل الخامس في العالم. إشارة واضحة لروسيا حمله البيان، حيث أكد الجنرال مايكل إيريك كوريلا قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية أن انتهاك القوات الروسية المنتظم للتدابير المتفق عليها لمنع تضارب المجال الجوي يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير، وأن قوات بلاده ملتزمة إلى جانب شركائها وحلفائها بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يظهر حجم التوتر بين واشنطن وموسكو في سوريا والسعي المتبادل لتعزيز قواتهما العسكرية في مناطق انتشارها على الأرض وحتى في الجو.